أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عائد رسالة لمن يريدون البكاء، رسالة لمن جفت عيونهم ومآقيهم، رسالة لمن يبحثون عن رقة القلوب، رسالة لمن يبحثون عن الخشوع والخضوع والذل والإنابة، رسالة اعتراف وإقرار. كل صورة حزن، كل صوت أنين، كل مشاعر توبة أسطرها اليوم، أسطرها من داخل فؤادي، وأنا والله 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 معترف بالتقصير، فلن أوفي ربي حقه أبدا. تسكت الألسنة وتقف الكلمات عاجزة، ويجف الحبر وتنكسر الأقلام وتنتهي الورقات، ولا يبقى شيء نستطيع به التعبير عن تقصيرنا في حق المولى الكريم سبحانه وتعالى. في غرفة مظلمة وسط بيت صغير في قرية بعيدة وفي زاوية من هذا العالم الفسيح، كان هشام يقف صافا قدميه لله سبحانه وتعالى. كانت كل خلية في جسده تبكي، وكل جارحة وعضو من جسمه يعترف، تسبق الدمعات دعواته: يا رب يا رب اليوم جئتك. وفي داخلي كلام كثير، لا أدري ما أقول يا رب، لا أدري ماذا أقول يا رب. أعلم أنك أنعمت علي كثيرا، أعطيتني الصحة، أعطيتني البصر، أعطيتني السمع، أعطيتني المشي والحركة، أعطيتني الأم والأب والإخوة والأخوات والزوجة والأولاد، أعطيتني يا رباه مالا كثيرا ورزقا كبيرا، لكنني يا رب أقولها بكل حرقة وألم: أنا مقصر يا رب. أنا جئتك اليوم أعترف بين يديك، أنا جئتك اليوم أبتهل بين يديك، أنا جئتك اليوم أنطرح بين يديك، أنا جئتك اليوم أتضرع إليك، أنا جئتك اليوم، فهل ستقبلني؟ من يرحم ذلي وافتقاري؟ من يرحم ضعفي وعجزي؟ من يرحم مسكنتي وهواني؟ إلهي إلهي، عصيتك كثيرا وكنت علي حليما، نظرت إلى الحرام ولم تعاقبني، سمعت الحرام ولم تعاقبني، أكلت الحرام ولم تعاقبني، نظرت إلى الحرام ولم تعاقبني. سبحانك ما أعظم حلمك، سبحانك ما أكبر عفوك. والله يا رب، والله يا رب، أنا نادم على كل معصية فعلتها، والله يا رب أنا تائب من كل كبيرة ارتكبتها، والله يا رب أنا عائد من بعد ما هربت منك. غرني حلمك وعفوك، ظننت أن السعادة في المعاصي، فرحت أتقلب فيها يمينا وشمالا، فجأة قلت لنفسي: من الذي يجري الدم في عروقك؟ من الذي يتحكم في حركتك؟ من الذي يتحكم في عقلك؟ من القادر على إيقاف نبضات قلبك؟ من القادر على شل أطرافك؟ من القادر على تعطيل نفسك؟ إنه الله. قد تنام يوما يا هشام فلا تصحو، قد تأكل الأكلة يوما يا هشام فلا تستطيع أن تبتلعها، وقد تبلعها فلا تستطيع أن تهضمها، قد يتوقف جسمك فجأة وأنت تقود السيارة، قد تسقط فجأة وأنت في الشارع، قد تكون بين أمك وأبيك وزوجتك وأولادك، وفجأة تغادرهم وأنت تلعب. قد وقد وقد، أنا عائد إليك يا رب، أنا عائد إليك يا رب، فاقبلني أرجوك. أنت الرحيم، أنت الكريم، أنت الحليم، سبحانك لا أحصي ثناء عليك. من يقيل العثرات سواك؟ من يغفر الزلات سواك؟ من يمحو الخطايا سواك؟ أدعوك يا كريم، أدعوك يا كريم، أدعوك يا كريم. يا رباه يا رباه، أنت قلت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ها أنا الآن أصف قدمي بين يديك، قلبي خاضع إليك وعيني فائضة إليك، أنا العبد الذليل المنكسر وأنت القوي العزيز، فهل سيشملني عفوك؟ وهل سينالني فضلك؟ يا رب آوني،
يا رب آوني أنا وحدي في العراء، لا نصير لي، لا معين لي، لا قريب لي، لا حامي لي، لا مؤيد لي، لا ناصر لي، أنت حسبي، أنت كافيني، أنت معيني. إلهي إن تركتني تسلط علي الأعداء، إلهي إن هجرتني استولى علي الأعداء، إلهي إن طردتني فيا بؤسي والشقاء. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يا قادر يا قاهر يا عليم بحالي، يا مطلع على أقوالي، يا من تشاهد أفعالي، هل يرضيك يا رب انكساري الآن بين يديك؟ هل يرضيك يا رب، هل يرضيك يا رب انكساري الآن بين يديك؟ يا رب يا رب، الشيطان يدعوني إلى الزنا وأنا أقول لا، وأنا أقول لا، ربي أحب إلي. يا رب، الشيطان يدعوني إلى الغناء وأنا أقول لا، ربي أحب إلي. يا رب يا رب، الشيطان يدعوني إلى الربا وأنا أقول لا، ربي أحب إلي. يا رب، الشيطان يدعوني إلى الحقد والضغينة وأنا أقول لا، ربي أحب إلي. فهل ستتركني يا ربي بين يدي عدوك بلا سلاح؟ يا من لا يخيب من رجاه، يا من لا يضيع من أتاه، هل ستسلمني إلى الشيطان لأني عصيتك؟ لا يا رب، لا يا رب، أنت أكرم وأحلم وأعظم. أعلم يا رب أنني أغضبتك كثيرا كي أرضي نفسي وشهواتي، أعلم أنني أغضبتك يا رب كثيرا كي أمتع في جسمي لذاتي، أعلم أنني أغضبتك يا رب كثيرا كي أعيش حياتي. لكن والله والله الآن يا رب، حياتي بلا نور، حياتي بلا طعم، حياتي بلا لذة. كنت معك يا رب في جيشك، كنت يوما من جندك، كنت يوما من أوليائك، أحمل السلاح على الشيطان وأعوانه، لا أسمح لنفسي بمعصية ولا أعطي فرصة لذنب. وفجأة وبينما أنا واقف في الصف مع الجنود، إذ بالشهوات تتزين أمام عيني، وإذ بالمعاصي تترقص أمامي، وإذ بجنود الشيطان قد جاءوا يجرونني لأكون في جيشهم، فضعف يقيني وقلت عزيمتي وأغراني الهوى، فرميت سلاح أهل الإيمان وخلعت الترس الذي كنت أحمي به صدري، وهربت من جيشك يا مولاي، وهربت من جيشك يا مولاي، وانطلقت إلى جيش أهل الطغيان، وحملت معهم السلاح، وأصبحت أناصر الشيطان، وأقف في وجه أهل الإيمان، أغضب من كل من يدعوني إليك، وأشمئز حين يأتي ذكرك، وأغري كل من يحاول أن يتكلم عن الإيمان. يزين أصدقاء السوء لي المعاصي، وينفخ الشيطان في الإعجاب، وأصبحت من جند الشيطان المخلصين وأعوانه الصادقين. وفجأة وفجأة تأملت حلمك علي، وشفقتك بي، وعطفك لي، وكرمك وجودك. كنت تقول هو عبدي، هو أحد جنودي وسيعود، فلا تؤذوه يا ملائكتي. وبينما أنا في جند الشيطان، إذ بي أجد قلبي يشتاق إليك يا رحمن، إذ بي أجد قلبي يشتاق إليك يا رحمن، يشتاق إلى كنفك يا رحمن، يشتاق إلى القرب منك يا رحمن. فرميت سلاح الأعداء وانطلقت مسرعا عائدا إلى جند الإيمان. كنت أجري مسرعا إليك، كنت أركض في تلك الصحراء وأنا أبكي، خوفا من أن أموت، خوفا من أن أموت قبل أن أصل إليك. وها أنا قد أتيت الآن،
وانطرحت بين يديك يا مولاي. وها أنا قد أتيت الآن وانطرحت بين يديك يا مولاي، والله والله يا رب أنت تفرح بتوبتي، والله يا رب أنت تفرح بعودتي. ألست أنا عبدك؟ ألست أنا عبدك؟ ألست أنا عبدك يا رب؟ يا رب خذني إلى شاطئ الرحمات، يا رب خذني إلى وادي الخيرات. افرح بي هذه الليلة يا رب، افرح بي هذه الليلة يا رب. والله يا رب، والله يا رب، لو أعطيت اليوم كنوز الدنيا، لو أعطيت ذهبها وفضتها، لو أعطيت لآلئها وخيراتها، فإن هذا كله لا يساوي فرحتك بي، فإن هذا كله لا يساوي فرحتك بي. أنا المحتاج فقربني إليك، أنا المحتاج فافتح لي بابك. طال وقوفي، طال قيامي، طال نوحي، طال دعائي، طال رجائي، طال ابتهالي. طرقت عليك، طرقت عليك وتعبت يدي من الطرق على بابك. أنا والله يا كريم أن تغفر لي الآن، أنا والله يا كريم أن تعفو عني الآن، أنا والله يا حليم أن تستر علي الآن. بحر جودك لا ساحل له، وخزائن فضلك ملأ، ويديك سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. فاقبلني يا أرحم الراحمين، إن كنت قد عصيتك فوالله لأني لم أقدرك قدرك، إن كنت قد أغضبتك فوالله لأني لم أقدرك قدرك، إن كنت قد استهنت بنظرك إلي فوالله لأني لم أقدرك قدرك. كانت تمر علي هذه الآية: وما قدر الله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. كانت تمر علي هذه الآية وأنا لا أبالي، كنت أتعجب من نفسي القاسية التي لا تتوب، كنت أناديها وأصرخ، كنت أطلب منها أن تقترب من الله أكثر، لكن الشيطان وضعف إيماني كانوا أقوى. أناديها وتأبى أن تجيب، وتبعث ردها دوما عجيبا. أناديها وأصرخ هل تتوبي، فترفض أن تعود وأن تتوب. وتبحر والهوى يغذو خطاها، يزيف دربها يخفي العيوب، ويلقيها الهوى سكرى بأرض يباب لا ترى فيها حبيبا. وتنظر علها تلقى خليلا، فيأتي الصمت مكتوما رهيبا. وتذيف دمعها والهم يكوي حشاها، والأسى يذكي اللهيبا. ويأتيها صدى الأعماق يبكي، أطعت الإثم خالفت الطبيبا. غرقت وقد رميت الطوق يوما، وكنت كمن رمى شيئا كئيبا. ركبت مراكب الشهوات حتى جنيت الشوك، حصلت الذنوب. وتمضي في فلات الهون عطشا، مزعزعة الخطى تشكو كروبا. تعثر فوق رمل من جحيم، وشمس العمر توشك أن تغيب. وتبحث عن هدى يسقي حماها، وعن روض تشاهده قريبا. وتصرخ صاحبي أمسيت حيرا، وقلبي جاء للمولى منيبا. فمد يديك عانقني بحب، فما زلت المؤدب والأريب.
ركضت تجاه محرابي أناجي إلهي إلهي، كدت من خوفي أذوب، أتت نفسي إليك تريد عفوا فشفعني بها كني مجيبا، رجوتك أنت تصلحها إلهي وتمنحها الأمان لكي تتوب، رجوتك فارض عنها يا إلهي، ومن يعطى رضاك فلن يخيب، فإن نفسي زكت فالشر ولا وفاح شذا الإنابة منها طيب. كان هشام يبكي بحرارة، كانت كل دفقة دم في قلبه تقول لبيك يا رب، لبيك وسعديك والخير كله بيديك، ها أنا قد عدت بعد هروب طويل، ها أنا قد عدت بعد سفر بعيد، فإذا لم تقبلني يا مولاي فما حيلتي وما رجائي، وأنت حيلتي ورجائي وإليك أرفع ندائي، أبعد هذا كله يا مولاي أكون أنا أشقى خلقك؟ لا يا رب، لا يا رب، لا أموت وأنت غير راض عني، ثم أدخل إلى قبري فيضمني ضمة تختلف فيها أضلاعي، ويأتيني عمل القبيح في صورة إنسان قبيح، ويفتح لي باب إلى النار وأعذب في قبري عذابا شديدا. لا يا رب، رحماك بي فإن جسدي لا يقوى على عذابك. ثم بعد ذلك أبعث من قبري وأحشر مع المخلوقات عريانا، لا شيء يستر جسدي ولا شيء يخفي عيوبي، آه من حسرتي حينئذ، آه من حزني وألمي. ثم أمشي على الصراط والنار من تحتي تزفر وتغلي وكلاليبها تخطف الناس، فيا ترى هل ستخطفني هذه الكلاليب؟ هل سأحترق بهذه النار التي أوقد عليها ألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة؟ لا يا رب، لا يا رب. ثم أين يكون مآلي؟ مع من؟ مع فرعون وهامان، مع الذين كذبوا الرسل، مع الذين حاربوا محمد صلى الله عليه وسلم. أسقى صديدا وزقوما وتقيدني الأغلال والنيران، يا حسرتي يا حسرتي يا أسفي. كان هشام يتأوه بشدة، كان يقول يا رب، يا من أمرتنا بالمسارعة إلى جناتك، ها أنا الآن أسارع إليك وفي قلبي لك حب وذل، صحيح أنني فعلت الفواحش، صحيح أنني ظلمت نفسي، لكن كرمك وعفوك أكبر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نعم والله، نعم والله، نعم أجر العاملين. مولاي، مولاي، بحق عبوديتي لك، بحق فقري إليك، بحق أني عبدك المسلم، أسألك هذه الليلة، أسألك هذه الليلة أن تتولاني،
أسألك هذه الليلة ألا تطردني، أسألك هذه الليلة ألا تبعدني، أسألك أن تكون معي. كم هي أفضالك، كم هي أنعامك، كم هي خيراتك. والله يا رب لو بقيت العمر كله واقفا على قدمي فلا أدري أيكفي هذا لترضى عني يا رب. يا رحمن يا رحمن أدخلني حديقة الرضا، يا رحمن ارحمني من بحر الدموع الذي أغرق فيه الآن. كبلتني الشهوات والزلات ففك قيدي يا رب، انزعني من الرق الذي أنا فيه يا رب. لقد أدركت يا رب أن رقي إليك وعبوديتي لك هي قمة العز والرفعة. لقد أدركت يا رب أن مفاتيح الخير بيديك. لقد أدركت يا رب أن خزائن الرحمة عندك وليست عند أحد سواك. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أجلك وأقدرك. بكى هشام كثيرا، بكى وبكى، تذكر هشام قصة صديقه يونس، يونس الذي كان بعيدا عن شاطئ الإيمان، تناديه الصلاة فما يجيب، كان مغترا فرحا بقوته، يذهب للشاطئ ليصطاد السمك ويتاجر فيه. وربما حانت صلاة الجمعة والخطيب على المنبر يخطب ويونس لا يبالي. كم آية طرقت سمعه فما اتعظ، كم قصة وصلت إليه فما استفاد، كم من حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قرئ عليه فما خشع قلبه. حتى جاء ذلك اليوم، خرج من بيته فجرا، كان الناس يصلون صلاة الفجر جماعة، ويونس يعد شبكته وسنارة الصيد، ثم بدأ يمشي على قدميه تجاه الشاطئ حتى يبدأ بالصيد مع طلوع الفجر. كان يعبر الشارع وفي عقله الكثير من الأحلام والأمنيات، وفي جوفه الكثير من الآمال. وفجأة إذ بسيارة مسرعة يقودها مجموعة من الشباب العصاة تصطدم بيونس ليسقط صريعا على الأرض، يسقط بلا حراك، والدماء تتناثر منه من كل مكان في جسده. نزل إليه هؤلاء الشباب، قلبوا يونس يمينا وشمالا فلم يتحرك، ظنوا أنه قد مات. كان يونس قد أصيب بشلل كامل. يا سبحان الله، ذلك الجسد القوي الذي كان متكبرا ومتغطرسا على الله، نعم شلل كامل. أما هؤلاء الشباب فقالوا ما دام أن الرجل قد مات فليس هناك حل إلا أن نحمله ونضعه على قضيب القطار الذي يمر عليه فجرا، وسوف يدوسه القطار دون علم أحد. حملوا يونس وضعوه في مؤخرة السيارة كما توضع الذبيحة. سبحان الله، ما أهون العاصي على الله. كان يتمنى أن يصرخ بكل ما أوتي من قوة لكنه لا يستطيع، هو الآن مشلول. حملوا يونس وضعوه على القضيب الحديدي الذي يمر عليه القطار، تركوه وانصرفوا. وبدأت اللحظات تمر على يونس بصعوبة كبيرة، ها هو يترامى إلى سمعه من بعيد صوت القطار القادم. يا سبحان الله، بعد هذا العمر، بعد هذه الأمنيات، بعد هذه الأحلام، أين أذهب؟ أموت ولا أحد يعلم عني شيئا. مرت أمام عينيه صور عديدة، السيجارة التي كان ينبعث دخانها بشراهة، المؤذن يناديه من المسجد المجاور ولا يجيب نداء الله، صورة السمك وهو يتلاعب بين شبكته، صورة الناس وهم يخرجون من المسجد من صلاة التراويح في رمضان وهو لا يبالي، صورة المصحف الذي كان يضعه للزينة فوق الرف في صالة المنزل. يا رباه، يا رباه، كم أنا مقصر في حقك. يا ترى ماذا كان يدور في بال يونس الآن؟ هو الآن يبحث عن ذرة أمل في النجاة، في أن يعود إلى الحياة. يقول يونس في تلك اللحظة بالذات، في تلك اللحظة صرخت أعماقي، يا رب، يا رب، أنت تسمع الآن جوفي، أنت تسمع الآن دقات قلبي، نظرة شفقة إلي يا رب، نظرة عطف إلي يا رب، لحظة إحسان واحدة يا رب. أعاهدك يا رب أن أعود إليك إن أنت أنقذتني، أعاهدك ألا أعصيك،
أعاهدك ألا أغضبك، يا من يصل المنقطعين أوصلني إليك. كل شيء في داخل يونس كان مشلولا، تذكر نظرات الشباب المتوحشة وهم يقولون الحمد لله لقد مات، علينا أن نضعه على قضيب القطار. ومن بعيد اقترب القطار أكثر وأكثر، وبدأ صوته يصل إلى أذن يونس، وهنا سالت دموع يونس، بكى بقوة، بكى وبكى، كل شيء فيه محطم والدماء تنزف منه بقوة وغزارة. يا إلهي يا إلهي. واستجاب الله في تلك اللحظة، لقد أرجع الله ليونس قدرته على تحرك الأحبال، على تحرك الأحبال الصوتية في حلقه، ليقول لمدة 10 ثوان فقط آه آه آه. وفي مزرعة قريبة تناهى إلى سمع ذلك المزارع تلك الآهات، وأسرع ليرى جسد يونس ملقى على القضيب الحديدي. وفجأة إذ بيونس يرى الفلاح يحمله ويبعده عن القضيب الحديدي قبل أن يمر القطار بدويه المعروف بلحظات يسيرة. لم يتمالك يونس نفسه، كانت الدموع تشق طريقها على خده. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ربي ما أحلمك. والله يا شباب الإسلام، والله يا فتيات الإسلام، يحدثني من قابل يونس بنفسه، يقول يونس 8 أشهر كاملة في المستشفى على السرير الأبيض ينتظر الشفاء، ينتظر الشفاء. كانت دعوات قلبه لا تتوقف، ودموع عينيه لا تجف، ليس بحثا عن الشفاء فقط، بل شكرا للملك القادر سبحانه وتعالى. وبعدها خرج يونس إلى الحياة مرة أخرى بصورة مختلفة وصوت مختلف ومشاعر مختلفة. لقد استنار الوجه بالإيمان، لقد ملئ القلب بمحبة الرحمن، لقد وجد يونس بغيته في القرب من الله سبحانه وتعالى. وجهه أصبحت اللحية تجمله، صوته أصبح الذكر يحسنه، مشاعره أصبحت الجنات والحور العين والأنهار تملأها. كان هشام في محرابه جالسا يتذكر تلك الأحداث التي جرت لصديقه يونس، ولا يزال في قلبه اعتراف وإقبال وخضوع وابتهال. عندها سجد هشام برأسه على الأرض وبدأ يناجي ربه: يا مولاي يا مولاي، هذه ناصية الخاطئة بين يديك، الآن أذل بها على الأرض من أجلك، أعفرها في الأرض كي ترضى. لو يرضيك يا ربي قتل نفسي لقتلتها، لو يرضيك يا رب إزهاق روحي لأزهقتها. مولاي مولاي، أنا وحدي بين ذئاب المعاصي فلا تخذلني، مولاي أنا وحدي بين أمواج الشهوات فلا تغرقني، مولاي أنا وحدي بين أنياب السباع فلا تتركني. مولاي مولاي، هل أطلب القوة من أحد سواك وأنت القوي؟ إلهي، هل أطلب النصرة من أحد سواك وأنت النصير؟ خالقي، هل أطلب الرفعة من أحد غيرك وأنت العزيز؟ خالقي، هل أطلب الرفعة من أحد غيرك وأنت العزيز؟ يا دموع العين سيلي، يا نفسي نوحي، يا قلب القاسي ابكي على نفسك، فربما إذا رآك ربك وأنت تبكي يرحمك. الآن أعلنها يا رب، الآن أرفعها يا رب، عدت إليك فقربني، عدت إليك فخذني. أخشى الهلاك يا ربي، أخشى النفاق يا ربي. كان هشام يبكي وهو يتذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يقول لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا حذيفة، أسألك بالله، أسألك بالله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ آه يا هشام، ماذا تقول أنت عن نفسك؟ تذكر أبا بكر الصديق وقد كان في خديه خطان أسودان من البكاء، تذكره وهو يقول: يا ليتني شجرة تؤكل، والله لو كان لي قدم في الجنة وأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. تذكر الحسن البصري وهو في لحظات الاحتضار عندما قال له بعض جلسائه: لا تبكي يا أبا سعيد، لا تبكي، فأنت لك فضل وسبق في العلم والعبادة والدعوة. فبكى الإمام الحسن البصري وقال: ومن أبو سعيد؟ ومن الحسن البصري؟ أخشى أن يلقي بي في النار ولا يبالي.
أخشى أن يلقي بي في النار ولا يبالي، فهل سيبالي الله بك يا هشام؟ هل سيتوب عليك الله يا هشام؟ يا كل دمعة سيل الآن، ويا كل عين ابكي الآن، يا كل عاص توب الآن، يا كل عاصية توب الآن. أرجوك يا رب اقبلني ولا تطردني، أدعوك يا رب حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح شباب المسلمين وأصلح فتيات المسلمين. اللهم خذهم إليك يا حي يا قيوم، اللهم خذهم إلى شاطئ التوبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألقي التوبة في صدورهم يا رب العالمين، اللهم ألقي عليهم السكينة والرحمة، اللهم اصرف عنهم المعاصي والشهوات والآثام والسيئات. يا رب كل شاب بيننا الآن يرفع كفيه إليك ذلا وافتقارا، كل شاب الآن يسمعنا يبكي إليك يا رب يسألك أن تغفر له، كل فتاة بيننا الآن تسمعنا تسألك وتدعوك يا رب أن تتوب عليها. نسألك جميعا يا رب بصوت واحد أن نعود إلى بيوتنا، أن نعود إلى بيوتنا وقد غفرت لنا سيئاتنا وقد رفعت لنا درجاتنا. قل يا رب، قل يا رب عودوا يا عبادي كما ولدتكم أمهاتكم، عودوا إلى بيوتكم فأنا راض عنكم. نسألك أن تحقق أمانينا وأن تبلغنا آمالنا، نسألك أن تقر أعيننا بعودة المسجد الأقصى سالما غانما إلى حوزة الإسلام والمسلمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تم الكلام وربنا المحمود، وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما ناح قمري وأورق عود.